كان موجود معاها على نفس الطياره بعثه صن داونز بعد اداء المباراه الاولى. حال البعثه والمصابين وحاله كل اللاعبين اكيد حضراتكم مهتمين تطمنوا على كل ما يجري مع الاهلي في جوهانسبرج. ومعنا على الهاتف مباشره الزميل فاروق صلاح موفد قناه الاهلي في جنوب افريقيا، صوت وصوره من فندق البعثه. فاروق اهلا بيك. يا فاروق، فاروق كل التحية ليك يا أستاذ إبراهيم وللمهندس سعد القيعي ولكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، ودعواتكم بمشيئة الله ودعوات كل جماهير النادي الأهلي إن شاء الله تكلل هذه الرحلة بالانتصار والصعود إلى الدور نصف النهائي بإذن الله يا أستاذ إبراهيم. طيب خدنا بقى معاك كده بكل الجماهير لمقر الإقامة وطمنا على كافة التفاصيل عندك. خليني استاذ ابراهيم ابدا الرحله من البدايه من مطار القاهره. يعني الفريق النادي الاهلي وفريق صن داونز الاثنين كانوا على نفس الطائره، ودايما قيمه ومكانه النادي الاهلي هي بتبقى العنوان بتاعنا سواء داخل مصر او خارج مصر. شفنا يعني اطار من الروح الرياضيه ما بين لاعبي النادي الاهلي ولاعبي صن داونز وما بين الجازين الفنيين داخل مطار القاهره، استمر على نفس الطائره اثناء رحله التوجه الى جوهانسبرج وجنوب افريقيا. الحديث ما بين اللاعبين والروح الرياضيه اللي شفناها، ايضا المعامله بالمثل اللي شفناها او اللي شافها فريق صن داونز هنا استاذ ابراهيم من مسؤولي النادي الاهلي، حاول ان هو يرد هذا الجزء من هذا الامر في مطار جوهانسبرج. مستر موسيماني كان موجود ايضا ان هو يعني عارف قيمه ومكانه النادي الاهلي وحاول ان هو يرد جزء من المعامله اللي لقاها من النادي الاهلي ومسؤولي النادي الاهلي في القاهره، ان هو يحاول يساعد او يسهل اجراءات وصول لعيبه النادي الاهلي مع الكابتن سمير عدلي ومسؤول السفاره ممثل في معالي السفير شريف عيسى والاستاذ حسام زكي المدير الاقليمي لمصر للطيران اللي كانوا موجودين في استقبال بعثه النادي الاهلي في مطار جوهانسبرج. بعد الوصول استاذ ابراهيم لمطار جوهانسبرج استقل الفريق الحافله من جوهانسبرج الى بريتوريا اللي بتبعد عن جوهانسبرج 65 كيلو يعني بالتحديد ساعه، ثم وصل الفريق الى مقر الاقامه هنا في بريتوريا. يعني عايز اقول لحضرتك الفندق هنا في مكان اكثر من رائع، تم من يعني اختياره بعنايه من فريق من مسؤولي النادي الاهلي لاضافه مزيد من الهدوء والتركيز على فريق النادي الاهلي. من الامور المهمه جدا استاذ ابراهيم وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي في كرئيس للبعثه، اعطى الكثير من الرسائل للاعبين للجهاز الفني على قيمه واهميه اللقاء. ايضا الرساله اللي بتوصل للاعب النادي الاهلي ان احنا موجودين معاكم، احنا في ظهركم. وجوده وجود الاستاذ طارق انديل اعتقد الرساله وصلت للاعبين وصلت للجماهير. من النقاط المهمه جدا استاذ ابراهيم اللي اشاد بها الجميع هو قرار مسؤولي النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي بالذهاب والسفر الى بريتوريا بفتره كافيه ووقت كافي، ويعني تجنب اخطاء السابق. وصل الفريق زي ما قلت لحضرتك في تمام الساعه 7 صباحا الى جوهانسبرج. الصوت قطع ولا بريتوريا هي معقل فريق صن داونز، ويعني بتمتع. اتفضل يا استاذ ابراهيم. اتفضل اتفضل يا فاروق. يعني بقول لحضرتك استاذ ابراهيم بريتوريا هي معقل فريق صن داونز. تعداد بريتوريا استاذ ابراهيم 1,125,000. الشعبيه الجارفه فيها لفريق صن داونز، يعني هي بتتميز ايضا ان عندهم اللغه الرسميه لغه افريكانس، ودي اللغه الرسميه في جنوب افريقيا وبريتوريا بالتحديدا. ويعني لو اتكلمنا عن تفاصيل اكتر يا استاذ ابراهيم عشان نعيش جمهور النادي الاهلي عن الاجواء هنا في بريتوريا. جنوب افريقيا يعني فيها اكتر من 12 لغه، اللغه الرسميه واللغه الرئيسيه هي لغه افريكانس، و12 لغه اخرى ما بين اللغه الانجليزيه واللغات القبائل الافريقيه. ايضا برضو عشان احنا جمعنا التفاصيل وجمعنا كل الامور، الاكلات الشهيره بالنسبه هنا في جنوب افريقيا، يعني هم منقسمين ما بين اصحاب البشره البيضاء واصحاب البشره السمراء.
اصحاب البشره البيضاء استاذ ابراهيم بيميلوا للاكلات والمشويات، ويعني هم مخصصين يوم في السنه للاحتفال بهذا اليوم، وهو بالتحديد يوم 24 سبتمبر من كل عام بيحتفلوا بهذا اليوم في اكل المشويات. ايضا اصحاب البشره السوداء بيميلوا للاكله، ودي الاكله الرسميه هنا في بريتوريا اسمها البابا، ودي عباره بتبقى خليط من دقيق الذره ممزوج بقطع من الدجاج. يعني حبينا ان احنا برضو نجمع كل التفاصيل عن المدينه هنا استاذ ابراهيم. من الامور ايضا ان احنا اتكلمنا فيها وقدرنا نتواصل فيها ان ملعب المباراه اللي النادي الاهلي هيخوض عليه اللقاء هو استاد لوكاس موريبي، بيبعد عن فندق الاقامه ب 20 دقيقه. النادي الاهلي بيأدي مرانه على النهارده، ادى مرانه على ملعب باحد الملاعب الفرعيه بجوار فندق الاقامه، ثم من الغد ان شاء الله هيستمر في اداء مرانه على ملعب طوان سواني الكليه التكنولوجيه ببريتوريا، هيستمر اداء مرانه حتى يوم الخميس، ثم يوم الجمعه بمشيئه الله هيبقى يوم المؤتمر الصحفي لمستر ريني فايلر ومستر موسيماني، وهيكون اداء المران الرئيسي للنادي الاهلي على ملعب لوكاس موريبي اللي هيستضيف احداث اللقاء. اجمع لك ايضا الامور يا استاذ ابراهيم ان ملعب لوكاس موريبي ملعب بيتسع ل 25,000 متفرج. بالتحديد من الامس بدا مسؤولي فريق سان داونز في طرح التذاكر لجماهير سان داونز، اقبال شديد من جماهير سان داونز هنا في بريتوريا على شراء التذاكر. يعني برضو لو هنتكلم يا استاذ ابراهيم على وسائل الاعلام، يعني قبل ما اتكلم على وسائل الاعلام هنا في بريتوريا ويحدثهم عن مباراه الاهلي ومباراه الذهاب، انا معاك يا استاذ ابراهيم ومع المهندس عدلي لو في اي سؤال قبل ما ندخل في حديثنا عن وسائل الاعلام هنا في بريتوريا. يعني أنا عجبني السرد اللي أنت قلته، من المهم نعرف بعض المعلومات التي ربما يبدو أن ملهاش علاقة بكرة القدم ولكن ثقافة مطلوبة، ولكن أيضا نخش بقى على فرقتنا، الإصابات اللي سمعنا عنها، موقف أحمد فتحي، موقف معلول، يعني طمن جمهورنا على هذه الإصابات، وبعدين إذا كان في عندك أخبار أخرى تقدر تنفرد بيها احنا طواقين نسمعها. كل التحيه ليك يا باشمهندس عدلي، خلينا اطمن حضرتك واطمن كل جماهير النادي الاهلي على حاله المصابين. النهارده يعني علي معلول كان اشتكى من وجود كدمه في العضله الاماميه، يعني مع شعور بالاجهاد فضل الجهاز الطبي للنادي الاهلي ان هو ياخد جلسات للعلاج الطبيعي بفندق الاقامه للنادي الاهلي. يعني خلال الايام القادمه غدا او بعد غد ان شاء الله هيكون علي معلول موجود في المران الجماعي بصوره اساسيه. احمد فتحي يعني النهارده ادى مران ولكن يعني اكتفى بالجري حول الملعب، يعني المران النهارده كان مران خفيف للعبة النادي الاهلي. يعني الحاله اللي شفناها عند لعبة النادي الاهلي على الرغم من طول رحله السفر، ولكن اللاعبين ومستر ريني فايلر كانوا حريصين النهارده على اداء المران. انا بطمن حضرتك على جونيور اجايي ايضا موجود ومفيش اي مشكله، من مفيش اي اصابه لجونيور اجايي. احمد فتحي هو كان باستثناء علي معلول بس اللي تغيب عن المران النهارده لشعور بالاجهاد في العضله وكدمه في العضله الاماميه، فضل الجهاز الطبي للنادي الاهلي عن ان هو يريح النهارده ويعمل جلسات علاج طبيعي، لكن من الغد ان شاء الله يكون موجود في مران النادي الاهلي. باستثناء هذه الامور يا استاذ عادلي كل اللاعبين، كل الحاله الفنيه الحاله البدنيه اللي عليها لاعبي النادي الاهلي بنطمن من خلال حضرتك ومن خلال قناه النادي الاهلي كل جماهير النادي الاهلي. النقطه المهمه ايضا يا استاذ باشمهندس عادل واستاذ ابراهيم تناول وسائل الاعلام لحضور النادي الاهلي ولقاء الذهاب، والنهارده كان في حديث لمستر موسيماني المدير الفني لفريق سان داونز عن يعني سئل في وسائل الاعلام هنا في بريتوريا عن لقاء الذهاب، ويعني زي ما حضرتك عارف ودايما بتقول لنا يا باشمهندس عادلي ان مستر موسيماني بيميل للتنويم المغناطيسي، قال لهم النهارده في تصريح قال لهم هزيمتنا من النادي الاهلي بهدفين في استاد القاهره اعتقد ان هي اقل شيء كان يمكن تحقيقه، ودي نتيجه متوقعه في ظل الحاله اللي عليها فريق النادي الاهلي وفي ظل وجود الجماهير، اعتقد ده كان يعني اكثر شيء ان احنا نقدر نعمله، لكن انا عندي امل هنا في بريتوريا ان احنا نحقق نتيجه، وده طبعا شيء احنا ما لا نتمناه باذن الله نفوز هنا استاذ ابراهيم والباشمهندس عادلي ونحقق الانتصار والصعود الى الدور نصف النهائي. الجماهير هنا وسائل الاعلام بتبث الامل في لاعبي سان داونز وان الفرصه موجوده، لكن موسيماني قال لهم
يعني محاوله ان احنا نرجع الذكريات او ان احنا نعيد نتيجه الموسم الماضي ده امر صعب جدا. النادي الاهلي فرقه كويسه ولها كل الاحترام وكل التقدير. دي كانت كل كواليس اليوم هنا يا باشمهندس. ايضا يعني انا برضو من النقاط المهمه ان الكابتن محمود الخطيب كرئيس بعثه النادي الاهلي كان حريص النهارده ان هو يكون متواجد في مران فريق النادي الاهلي، ويعني حديثه مع الاستاذ مع الكابتن سمير عادلي ومعالي السفير شريف عيسى على تيسير كل الامور وتذليل كل الامور لفريق النادي الاهلي. نقدر نقول الحالة هنا مطمئنة تماما، اللعيبة، الحالة الفنية، الحالة البدنية، الحالة النفسية، كل اللاعبين ان شاء الله استاذ ابراهيم يا باشمهندس عادلي كلهم مصممين على رسم البسمة على وجوه جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله خطف تذكرة الصعود الى الدور نصف النهائي بمشيئة الله. طيب احوال الطقس عندك ايه؟ درجة الحرارة كام يا فاروق؟ بالظبط يا استاذ ابراهيم، يعني نقدر نقول الامطار استقبلت فريق النادي الاهلي النهارده في لدى وصوله الى جوهانسبرغ. درجه الحراره النهارده بالتحديد كانت 16 درجه مئويه، ولكن يعني ده اخر يوم طبقا للطقس هنا في بريتوريا، ان ده اخر يوم في سقوط الامطار. بدءا من الغد نقدر نقول الطقس هيبقى درجه الحراره 24 درجه مئويه، ويعني خلاص ده كان اخر يوم النهارده، اخر يوم دوت في الطقس البارد او سقوط الامطار. بدءا من الغد هتبدا درجات الحراره في الارتفاع، يعني هتبقى بمشيئه الله تم تحديدها وتم رصدها تبقى 24 درجه مئويه. يوم المباراه هتبقى درجه الحراره هتتراوح ما بين 22 درجه او 25 درجه مئويه، لكن يعني بجانب سقوط الامطار درجه الحراره والجو هنا ملائم تماما. اللعيبه ايضا يعني الجو طارق سايب انطباع كويس عند اللاعبين هنا في النادي الاهلي، لكن زي ما طمنونا هنا والمعالي السفير طمنا قال لنا ان ده كان اخر يوم بالظبط في سقوط الامطار، لكن بدءا من الغد هتبدا درجات الحراره في الارتفاع، ويوم المباراه هتبقى درجه الحراره ما بين 22 ل 25 درجه مئويه. طيب 10 ساعات زمن الرحله فاروق، هل كان في اي حوارات مشتركه بين موسيماني ولاعيبه صن داونز مع لاعيبه الاهلي ومع ريني فايلر طوال الرحله على الطياره، ولا العلاقه كانت مفصوله؟ لا يعني انا عايز اقول لحضرتك نقطه مهمه جدا يا استاذ ابراهيم، وكويس ان حضرتك اثرت هذا الموضوع. في لقطه كلنا اتفرجنا عليها وتابعناها، وهي لقطه يعني اثناء احتساب ركله الجزاء للنادي الاهلي لاليو باجي، شفنا كلنا مستر موسيماني توجه لمستر ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي ودار ما بينهم حديث. يعني انا سالت مستر موسيماني ايه يعني ايه الحديث اللي دار ما بينك وما بين مستر ريني فايلر، فمستر موسيماني وضح لنا الامر، قال لنا ان بعد نهايه شوط اللقاء الاول مستر ريني فايلر كان اتكلم مع الحارس المرمى اونيانجو حارس مرمى فريق صن داونز، يعني طالبه بضروره اللعب وعدم اهدار وتضييع الوقت، وطالبه ان هو يسرع الاداء للملعب وما يضيعش وقت كتير. فمستر موسيماني تقبل هذا الامر بصدر رحب من مستر ريني فايلر. وعلى فكره موسيماني بيقدر وبيحترم جدا النادي الاهلي وجهازه الفني، واثناء احتساب ركله الجزاء مستر موسيماني راح لمستر ريني فايلر وقال له اللعيبه بتقول لي ان هي ما لمستش اليو باجي ودار ما بينهم شيء من الدعابه. داخل الطائره كان مستر موسيماني يعني دايما عمال يطوف في الطائره يطمن على الجميع، يداعب الجميع، يتكلم مع افراد البعثه الاعلاميه للنادي الاهلي او لاعبي افراد الجد. يا استاذ ابراهيم يا باشمهندس عادلي ان الصوره ان شاء الله هتكتمل بانتصار النادي الاهلي والصعود ان شاء الله الى مباراه نصف النهائي، ومن ثم ان شاء الله الفوز بالبطوله. التمرين من بكره وطوال الايام اللي جايه في نفس توقيت المباراه مش كده؟ بالظبط استاذ ابراهيم، مران الاهلي بدءا من الغد في تمام الساعه الثالثه وحتى موعد المباراه أيام القادمة، يعني بدءا من الغد هيبقى الساعة 3 على ملعب تو سواني الملعب اللي هيستضيف مران النادي الأهلي، ثم المران الأخير على ملعب لوكاس موريبي هيكون يوم الجمعة أيضا في تمام الساعة 3، وهو موعد المباراة ما بين الأهلي وصن داونز على ملعب لوكاس موريبي يوم السبت بمشيئة الله. بإذن الله كل التوفيق، شكرا جزيلا للزميل فاروق صلاح موفد قناة الأهلي إلى جنوب أفريقيا. أعتقد
تفاصيل وافيه ومهمه يا باشمهندس. اه يعني ده الراجل حتى من الجانب الثقافي والجانب يعني الجغرافي والجانب يعني هو عمل هوم ورك كويس او عمل شغل كويس.